بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح الهنا، النهارده حبايبي بإذن الله هنعمل مع بعض الكنافة الخطيرة جدا دي، ويلا مع بعض على طول ندخل نشوف هنعمل ايه. أول حاجة حبايبي هنضيف 2 كوب من السكر، سكر أبيض كده علشان يدي معانا نتيجة كويسة، وعليهم 1.5 كوب من المية. بنفس الكوب المعياري اللي احنا بنضيف بيه السكر بنضيف بيه المية، يبقى 2 كوب سكر ابيض ناعم على 1.5 كوب من المية، وهنرفعهم على النار وندوب في السكر كده لحد ما السكر يختفي وتبتدي المية بتاعتنا تغلي. هنضيف 1/2 ليمونة كده، نبقى احنا عملنا شربات الكنافة. شربات الحلويات الشرقية هو بيبقى 2 كوباية من السكر على 1.5 كوب من المية، واول ما يغلي خلاص نضيف عليه 10 ليمونة ونسيبه 7 دقايق وندفع عليه. تاني خطوة هنعملها، عندي 2 كوب من الحليب عليهم 2 معلقة كبيرة من النشا، وعليهم كمان معلقة متوسطة يعني مش مليانة قوي من الكريم شانتيه البودر. هنعمل كريمة علشان هنعمل الكنافة النهاردة بتاعتنا بالكريمة، وهنبتدي كده نضيف كمان كيس من الفانيليا البودر ونفضل نقلب، نستمر بالتقليب كده الاول للخليط بتاعنا ما يبتدي يغلي علشان ما يتكتلش معنا وتطلع الكريمة بتاعتنا ناعمة وزي الفل. هنفضل نقلب فيها كده منشيلش ايدنا منها، شايفين معايا ابتدت تتقل ويتطلع فقاقيع كده، اول ما تطلع فقاقيع كده وتغلي تبقى خلاص النشا استوى معانا، نطفي عليها ونسيبها على جنب. هنروح للخطوة الثالثة بقى، واحنا عندنا 1/2 كيلو من الكنافة هنفركها كده وهي متجمدة، كانت متجمدة في الفريزر، نفركها علشان تبقى ناعمة، ما نستناش لما تفك، لازم نفركها وهي خارجة من الفريزر علشان تتفتت وتبقى معانا ناعمة جدا. بعد ما اتفتتت معانا هنجيب معلقة من السكر البودر كده ونبتدي نقلبه فيها برضو لحد ما كلها تتغلف بالسكر البودر، معلقة واحدة بس مش عايزين كتير، ونشوف اي كتل فيها، لو متبقي فيها اي كتل ما تفككتش كويس نفتتها. تمام، بعد كده هنجيب 1/2 كوب من السمنة، اللي يفضل تكون طبعا سمنة بلدي علشان تدي معاكي نتيجة حلوة، الحلويات بتبقى عايزة سمنة بلدي تديكي ريحة حلوة كده كأنك شارياها من برة، وكمان بتبقى صحية اكتر. هنبتدي بقى برضو نفضل نفرك في الكنافة بالسمنة كده لحد ما الكنافة كلها تتغلف بالسمنة، وبعد كده عندي صينية اللي هدخلها الفرن، بطناها كده بالسمنة، دهناها من القاع ومن الحروف كويس جدا علشان لما اقلبها تطلع معايا وتحمر وتبقى لونها جميل. هبتدي بقى انزل بالكنافة كده في قاع الصينية وابططها كده، ومنساش وانا بحط الكنافة جوه الصينية اعمل حروف جنب الصينية، جنب حرف الصينية كده زي سور كده علشان لما احط الكريمة بتاعتي ما تلزقش في حروف الصينية وتتحرق مني. وابتدي بقى اغلف الصينية بالكامل وابططها بايدي كده لحد ما اتأكد ان كل الاماكن متغطية علشان ما سيبش اي فراغات تنزل منها الكريمة. خلاص خلاص انا كده غلفت الصينيه بالكامل وعملت لها حروف. هبتدي بقى اجيب الكريمه بتاعتي وهي سخنه زي ما هي كده، عشان كده انا عملت الكريمه قبل ما ابتدي اجهز الصينيه. وبعد كده هبتدي كمان في خطوة انا هحطها من عندي، هجيب شوية كده من الجبنة الموتزاريلا اضيفها فوق الكريمة، يعني انا النهاردة عاملاها بالكريمة والجبنة الموتزاريلا وكانت طعمها خطير جدا، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. هيبقى كده هتحسي بطعم جميل كده وتست عجيب بصراحة يعني، بس رائع. الحلو مع المالح مع بعض كده سويت اند ساور، حلو جدا وتستو عالي جدا يعني للناس الزوار. ونبتدي بعد كده بقى بعد ما حطينا الجبنة فوق الكريمة نرش بقى الباقي من الكنافة فوق الكريمة كده بالجبنة، ونبتدي بالراحة كده نطبطب عليها علشان نساوي الوش وما يبقاش منعكش معانا، ونظبطها كده ما نخليش الكريمة باينة من اي مكان علشان لما نقلبها تبقى شكلها كويس وشكلها لطيف. كده خلاص انا نضفت الصينية بتاعتي، هدخلها فرن متسخن مسبقا على 180 من فوق ومن تحت، او ممكن من تحت لحد ما تحمر وبعد كده نرفعها تحت الشواية تاخد لون سريع.
ما شاء الله تبارك الرحمن، الصينية بتاعتي خرجت. انا ضفت على الشربات بتاع الكنافة كيس من الفانيليا علشان تدي لها ريحة حلوة، وطبعا انا حاطة كمان جوه الكريمة عشان تبقى ريحتها فانيليا كده وريحتها قلب الدنيا. ما شاء الله اللهم بارك، شكلها كده لونها خطير. ده الوش بتاع الصينية، هنجيب طبق التقديم بقى ونقلبها عليه ونشوف النتيجة، ان شاء الله هتبقى زي الفل. يلا نسمي بالله كده ونجيب الطبق التقديم، بس الاول هنسقيها الشربات بتاعنا. ما شاء الله تبارك الرحمن بتشرب كده، ده دليل ان هي ناجحة وحلوة ومستوية كويس جدا. هنبتدي نجيب بقى طبق التقديم علشان نقلبها ونسمي بالله، والخطوة دي مهمة جدا، كله بيستنى. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا نشوف مع بعض كده، صينية سخنة بنرفعها بحاجة، ما شاء الله اللهم بارك، طالعة زي الفل. الإضاءة ظلمها، لونها خطير جدا، مستوية جدا، ولونها ذهبي تحفة ما شاء الله. هنشوف بقى اي مكان ما تشربش كويس من الشربات بتاع الكنافة نضيف عليه كمان معلقتين كده، ونخلي طبعا الشربات جنبنا علشان اللي بيحب يزود ممكن يضيف تاني. ونجيب بقى المقطع بتاعنا كده ونجرب، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشيل قطعة كده ما شاء الله اللهم بارك، وهي لسه سخنة كده، والكنافة الكريمة مع الجبنة سايحة، طعمها تحفة جدا، بسم الله اللهم بارك، في منتهى الجمال. جربوا الكنافة بالكريمة مع الجبنة الموتزاريلا وجربوها، هتعجبكم جدا، وان شاء الله ربنا دايما يحسن ما بين ايديكم. ولو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسونيش من اللايك والشير، وياريت فضلا وليس امرا تفعلوا الجرس للكل علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.